لدى استقبال سموه للفائزين بجائزة الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن القيم التي يستند عليها العمل التطوعي من تكريس الوقت والجهد لمساعدة الغير نراها واضحة وجلية في سياسة دول مجلس التعاون، وبالأخص المملكة العربية السعودية الشقيقة التي تهدف من كافة تحركاتها بأن تعيش كافة شعوب المنطقة في أمن وأمان واستقرار بعيدا عن التوترات التي تعيق مسارها التنموي. وقال سموه إن الأمة العربية تزخر بالنماذج المحبة للعمل الخيري والتطوعي، يدفعها لذلك ما يحث عليه ديننا الإسلامي وقيمنا العربية الأصيلة من قيم الإيثار والبذل من أجل مساعدة الغير. وامتدح سموه الدور الذي تطلع به جائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي في إبراز النماذج المضيئة لمن سخروا جهدهم ووقتهم لإسعاد الغير في المجتمعات العربية. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقضيبية صباح اليوم سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة الذي قدم لسموه الفائزين بجائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الدول العربية تنعم بالرجال الأكفياء الذين سطروا قصص نجاح في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، ودعا سموه إلى أن يكون العمل التطوعي أحد الأوجه التي تعزز التعاون العربي وتجعله أكثر قوة، كون القيم التي يستند عليها العمل التطوعي كفيلة بالوصول إلى التكامل العربي المنشود في مختلف المجالات. وأكد سموه أن الحكومة في مملكة البحرين تدعم العمل التطوعي عبر تقديم الإسناد الدائم لجميع قطاعات الدولة بما فيها القطاع الأهلي، وتسخير كافة الإمكانيات أمام الجمعيات الأهلية للقيام برسالتها النبيلة على الوجه الأكمل في تنمية وازدهار المجتمع. وأضاف سموه أن توجهات الحكومة واستراتيجيتها تقوم على تحقيق التنمية والرفاه والأمن الاجتماعي عبر اعتماد سياسات وتشريعات محفزة للتنمية من خلال الشراكة المجتمعية مع القطاعين الأهلي والخاص. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمبادرات التي يتبناها سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة وصداها الطيب على الصعيد الإنساني والخيري محليا وإقليميا، مؤكدا سموه أن سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة بات قدوة للشباب البحريني الذي يتحلى بالقيم والمبادئ التي تقوده نحو العمل الخيري والتطوعي. وقد أعرب سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه المستمر للعمل التطوعي والإنساني في مملكة البحرين، مؤكدا أن توجيهات سموه هي النبراس الذي يقتدي به الجميع، حيث يمثل سموه القدوة في إبراز قيم البذل والعطاء من أجل تحقيق راحة المواطنين. وأكد سموه أن سمو رئيس الوزراء دائم التوجيه بالاعتناء بالأعمال والأنشطة التي تكون قريبة من الناس وتحقق مصالحهم، وهي أحد الغايات التي يستند عليها العمل التطوعي الذي أصبح اليوم سمة حضارية ورافدا من روافد التنمية البشرية وطاقة خلاقة لتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ودعم العطاء الإنساني.